حكاية الإخوة القطاط. كان هناك إخوة قطاط خمسة يعيشون جوار إحدى الحدائق، وكان من بين الإخوة القطاط قط واحد فروه أبيض، في حين كان لون فرو القطاط الأخرى أسود. وذات يوم شعر القط الأبيض بأن إخوته لا يهتمون به ولا يلعبون معه. حزن القط الأبيض وجلس لوحده وفكر في تغيير لونه ليشبه إخوته فيلعبون معه. لا شك أن فروي الأبيض هو الذي يبعد إخوتي عني، لابد أن أجد حلا لهذه المشكلة. بحث القط الأبيض عن فرو أسود، وحين وجده لبسه وعاد إلى إخوته، وبينما هم يمرحون ويلعبون اندس وسطهم. وبعد قليل انتبه الإخوة إلى غياب أخيهم القط الأبيض، فراحوا يبحثون عنه في كل مكان ولم ينتبهوا إلى أنه هو القط الذي اندس وسطهم. القط الأول: أين أنت يا أخي؟ القط الثاني: يا إلهي، أخاف أن يقع لأخينا مكروه. وفي ذلك الوقت كان القط الأبيض يمشي خلف إخوته. واصل الإخوة القطاط بحثهم، فالتقوا بالكلب هوب وسألوه: مرحبا بك يا صديقنا هوب، ألم ترى أخانا القط الأبيض؟ الكلب هوب: لا، لم أره، أين ذهب؟ سأساعدكم في البحث عنه. واصل الإخوة القطاط بحثهم عن أخيهم الذي بقي مندسا وسطهم، فالتقوا بالحمامة مرجانة وسألوها: أهلا بك أيتها الصديقة العزيزة، ألم تري أخانا القط الأبيض؟ الحمامة مرجانة: لا، لم أره، أين ذهب؟ سأحلق في السماء وأساعدكم في البحث عنه. وقف القط الأبيض وبدأ يفكر: لقد أخطأت، لم أكن أعرف بأن إخوتي يحبونني كثيرا، لابد أن أخلع عني هذا الفرو الأسود وأعود إلى الفرو الأبيض. خلع القط الفرو الأسود المزيف وصاح في إخوته: ها أنا، أنا هنا يا إخوتي. التفت الجميع إلى القط الأبيض وراحوا يعانقونه. عاد القط الأبيض وسط إخوته مسرورا وقال: سامحوني يا إخوتي، أنا أحبكم كثيرا. القطاط الأربعة: ونحن أيضا نحبك حبا كبيرا.